حنان ديال الكزا اللي عندها مشاكل مع ديك الولاد ديال الملاح. ما كنظنش كاين شي حاجه جديده بانت في الايام هذه. كاين 10 ديال المتهمين، منهم 8 في حاله اعتقال وجوج في حاله سراح. كاينين البعض منهم متابعين بجناح وهما في حاله اعتقال. كنظن بانه خص القضاء يسرع شويش في المحاكمه ديالو، لان هذوك صحابين الجناح اما غادي يوقع الافراج عنهم اما لا، ولكن خص اقل يعرفوا شنو هو مصيرهم. هذه حقوق الانسان، ما يمكنش تخلي راجل الجناح في السجن هالمده كلها لانه مرتبط بجنايه. فيما يخص الجنايه، على كل حال كنظن كل شيء عرف التفاصيل ديال القضيه، وكل شيء عرف بانه وقع الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز والضرب والشرح والقتل والتعذيب قبل القتل وبعد القتل. المهم كل شيء عرف هذه القضيه دي. على كل حال انهم يطلبوا الصلح مؤقت حقهم، المحكمة تعطيها ليهم شيء واحد آخر. ولكن كيبقى في هذا الملف كاين واحد الغموض، هو علاش الملف النيابة العامة ديال محكمة سيناب ديال الرباط حالته على المحكمة الابتدائية أولا قبل ما ترجع الملف ديالها وتحيله على التحقيق، في حين أن العقوبة كتلزم النيابة العامة تصيفط الملف للتحقيق ديال الجنايات وماشي تصيفطو بمحكمة ابتدائية كأنه الضرب والجرح العادي. ولا سيما أنه كما هو معروف هذه الإحادثة على المحكمة الابتدائية جات من بعد الوفاة ديال الضحية. هذه كتبقى نقطة غامضة، ما عرفنا شنو كان القصد من هذه العملية دي. أنا ما عندي موقف، أنا على كل حال الموقف والعدالة خصها تكون، والتحقيق خصو يوقع التحقيق مع المسؤولين في محكمة السناف. علاش حالوا الملف عن المحكمة الابتدائية؟ خص مساءلة المسؤول، وخص البحث التدقيق في القضية دي، خص السلطات القضائية تسحب من مسؤوليتها، ولا سيما السلطة القضائية اللي كتعتبر راسها مستقلة وفوق الجميع، وما كاينش دابا اللي غادي يحكم عليها، لان اللي كتحكم والله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.